ما حكم نقل الكلام بين الناس إذا كان هذا الكلام صحيحا؟ لا يجوز، هذه نميمة ولا يجوز نقل الكلام. وش الفائدة منها؟ لا تنقل الكلام بين الناس، هذه نميمة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم. متى تكون النميمة جائزة؟ لا تجوز النميمة في حال من الأحوال، إنما الغيبة، الغيبة تجوز على وجه الشكاية وعلى وجه طلب الحق من المظلوم، يتشكي ويغتاب الظالم ويقول فعل كذا وفعل بي كذا، أكل مالي، سرق مالي، إلى آخره، من باب الشكاية لأجل إنصافه من الظالم، لا بأس. نعم.